مبروك يعني، ألف مبروك للمغرب كلنا ولينا كمصريين طبعا وأشقاء وعرب وأفارقة بنقول مبروك للمنتخب المغربي يا أستاذ. 100%. والحقيقة يعني أنا كان عندي إحساس أثناء المباراة والله إنه كل ما هتطول خلاص، هو المغاربة الحقيقة عملوا كل اللي عليهم ولعبوا بالطريقة المناسبة عملوا جدا، كل حاجة صح، عملوا كل حاجة ولعبوا بالطريقة المناسبة جدا قدام منتخب برضو كبير زي مرشح منتخب أسبانيا مرشح، فما كانش قدامهم حل غير إن هما صحيح. يقفلوا فعلا بهذا الشكل الجيد جدا. وأنا بعتبر إنه انتهاء المباراة بوقتها الأصلي والإضافي بالتعادل ده أقصى ما كان يمكن عمله، ما كانش ممكن يعني رغم إنه كان في بعض الفرص يعني القليلة، إنما هو ده أقصى حاجة ممكن تتعمل، وتترك بقى يترك الأمر لضربات الترجيح اللي برضو كويس جدا جدا إنها جت في مصلحة منتخب المغرب اللي يستحق على مدار البطولة، يعني مش هنقول في المباراة دي، الأربع على مباريات الخمس على مباريات مدار البطولة في الدور الأول وتصدره للمجموعة بتاعته بجدارة. صحيح، فنقول ألف ألف مبروك لإخواتنا في المغرب، ويا رب يا رب البطولة اللي جاية نبقى احنا موجودين، يا رب ان بس شاء الله. ده لما كلام الدنيا بقى، تصلح ده كلام شوية. تاني. بالظبط، لما الدنيا تصلح هنتكلم فيه بالمناسبة.